هو ايه اللي بيحصل حاليا في المسجد الاقصى؟ الحكايه بدات يوم 15 ابريل، وبدانا يا سيدي بدخول الجنود الصهيونيون المسجد الاقصى، بيطلعوا الناس اللي جوه، بيقتلوا الناس اللي في الحرم، اخدوا الشباب اللي معتكفين جوه الحرم، بيطلعوا الناس دي كلها من المسجد، وبيضربوا الكبار سن. بس ليه ده كله بيحصل؟ وده يا سيدي بسبب عيد الفصح اللي كان بدأ زي ما انا قلت لك يوم 15 ابريل، واللي هيستمر لمدة 8 ايام. طيب هما بيعملوا كده ليه؟ علشان يعملوا شعائر الدينية بتاعتهم. بس هما عملوا شعائر الدينية في كل سنة عند المسجد الاقصى ما عدا شعائر واحدة بس، وهي تقديم القرابين في عيد الفصح. والسنة دي عايزين يعملوها جوه المسجد الاقصى، وده طبعا اللي محدش هيرضى بيه. وكمان الخطوة التانية ليهم على عايزين يهدوا المسجد الاقصى علشان يعملوا المعبد بتاعهم، واللي هو يقدموا فيه القرابين بتاعتهم ويعملوا فيه الشعائر الدينية بتاعتهم. هم عملوا كل حاجة زي ما انا قلت لك ما عدا الشعيرة دي بس، وهي تقديم القرابين، وعايزين يعملوها في المسجد الاقصى. ولو حصلت حاجة زي كده فبالتالي الخطوة التانية بتاعتهم ان هم يهدوا المسجد الاقصى. كل دعواتنا طبعا اخواتنا اللي موجودين هناك علشان يقدروا ان هم وربنا يكون معاهم في الكام يوم دول لحد ما يقدروش ان شاء الله يدخلوا المسجد الاقصى ويذبحوا فيه، لان لو عملوا كده هم هينجسوا المسجد الاقصى. ودورنا احنا دلوقتي بقى ان احنا ننشر الوعي ونعرف اللي مش عارف. انا عملت الفيديو ده علشان الناس اللي ما تعرفش تعرف، ودورك انت كمان انك تنشر عن الكلام ده وتعرف اللي ما يعرفش. فبس كده يا سيدي، وربنا ان شاء الله يكون معاهم، يمنعوا الصهاينة ان هم يدخلوا المسجد الاقصى، وربنا يكون معاهم. سلام.